فقرتنا دلوقتي فقرة الفوتوشوب، حطيناكي في مواقف روجينا مش فيها، وعايزين نشوف رد فعلك على الصور اللي احنا هنعرضها لك. اسمحي لي نبص على السكرين. شايفها ايه؟ روجينا افيش فيلم اجنبي، وانتي لوحدك بطلة على الافيش. يا رب. بقول بنقول اهو ده اللي مش ممكن ابدا، ولا امل حياه؟ لا، طول ما البني احنا ادم غني اني عايش، اغنيه. لا طول ما البني ادم عايش وعنده حلم، ما اعتقدش ان ربنا ممكن يغزله ابدا ابدا. الحياه كلها حلم، وكل واحد على قد حلم. قريب ممكن نلاقي روجينا في افيش ان شاء الله باذن الله. ليه لا؟ طموحك اه بطله. بطله طبعا. بعد قد ايه شايفه ان خطواتك الفتره دي هتوديكي لده امتى؟ والله يا سمر انا ما بحسبهاش طول عمري، يعني عمري ما حسبت انا فين ولا امتى هكون فين. لا، انا بعمل ايه؟ بيجي لي دور حلو قوي قوي، بعمله كويس قوي، بعمل اللي عليا، الباقي لانه مش في ايدي ومش بتاعي ما بفكرش فيه. طيب هنبص على الصوره الثانيه. روجينا ماسكه جيتار. روجينا ايه اللي ناقصها؟ ايه الموهبه اللي ناقصاها علشان تكون نجمه صف اول؟ او فنانه شامله نقدر نقول تقوم بكل الادوار. انت بتعرفي ترقصي، بتغني، بعرف ارقص استعراضيه، يعني ممكن تقدمي دور استعراضي؟ عملت قبل كده، يعني عملت مسرح، عملت فيه استعراض كتير قوي، يعني كل المسرحيات اللي عملتها كان فيها استعراض. عملت مسلسل كان فيه استعراض، عملت مسلسل كنت رقصت فنون شعبيه، بس هو يمكن ما الناس ما شافتوش كويس، كان الاستاذ محمود رضا هو اللي بيدربني فيه. ما تشافش كويس ولا معلمش مع الناس؟ لا، ما تشافش كويس. ما تشافش كويس. طيب نبص على الصوره الثالثه. روجينا في مؤتمر صحفي بتتكلم للجماهير. لو انت في المجلس القومي للمرأة، ايه اكتر حق مهدر للمرأة هتطالبي بيه؟ انا اكتر قضية مضايقاني قضية التحرش. يعني احنا بجد الموضوع ده انا نفسي افتح عيني اغمضها ما الاقيش ولا قضية تحرش في مصر. يعني انا نفسي كل ستات مصر يبقى مجهودها رايح للمنطقة دي. احنا حرام الستات بقت تنزق تبقى ماشيه في الشارع خايفه. نبص للصوره اللي بعدها. بص، صوره فيها هيفاء وهبي، سميه الخشاب، غادة عبد الرازق، منى زكي، هند صبري، وروجينا. ترتيبك في وسط الفنانات دول ايه؟ آخر. برقم كام؟ كام؟ 1 2 3 4 5. لا، مش بترتيب الصوره. انت شايفه نفسك، انت ترتيبك ضمن الاسماء دي كلها من حيث الشهرة، تواجدك، كل نجاحك، بني آدم بيبقى شايف نفسه موهبتك. في أحسن حتة، بس السوق بيقول إنه أنا الستة آخر واحدة. السوق بيقول، لكن أنت شايفة؟ أنا شايفة نفسي أعظم واحدة، نمرة واحد. طب في جوه نفسي أنا نمرة واحد طبعا. لكن أنت متقبلة الواقع وإن السوق بيقول إن روجينا نمرة ستة؟ جدا. لا، مش زعلانة؟ لا خالص. لا. امتى هتبقي نمرة واحد؟ لما ربنا يريد. استنونا بعد الفاصل.